من بعد كيسالي الطراكو كيقول بلي هادو راه ما غاديش يتوبوا. الله سبحانه وتعالى قال لينا في القران الكريم بلي بنو اسرائيل قوم اللي داس قدام عينيهم بزاف د المعجزات وما تابوش. ودابا المشكل ديالنا هو اننا مرتبطين بهم ارتباط الام بالابناء ديالها. وهي فاش قال سلام خوتي خويتي ديجا سباكم زاري بيان معكم فاميليا فيديو جديد واخبار جديده. اش واقع في ساحه الراب المغربي؟ هادشي غنشوفوا في هذا الفيديو. من قبل بغيتكم كاملين تبارطاجيو القصص ديالكم كومونتير وما تنساوش لايك. نبدا 3 2 1 ليتس جو. تجدي كامل ما تسنيتش شي حد يجرني سبان مربي ستيق بيا ما عمرو ما دارني. حليوه مؤخرا حط لينا تراك قدس تضامنا مع خوتنا الفلسطينيين. هادشي بيان سور اللي كنعبر عليه بزاف ديال ستوريات في الانستغرام ديالو وهادشي اللي كنخلق ليه مشكل في الانستغرام ديالو. مي حيت القضيه قضيه مبدا عنده موقفوش هادشي قرر انه يغمر حتى بالقناه ديالو يوتيوب ويحط لينا هاد التراك واللي دوز فيه بزاف ديال الميساجات. واخا قتلني بالضحك في الكليب الصراحه. صور راسو باغي يقطع البحر الابيض المتوسط بالفلوكه حارق غادي باش يدافع على خوتنا الفلسطينيين. برافو ليه وتحياتي لك خويا على هاد المبادرة. ترك القدس ترك اول مرة غتسمعو غيعجبك الانستري داك الميكساج اللي ما بين الصول القانون وداك الباك جراوند خلى الترك شوية هار. اول حاجه اللي غتلفتك وانت كتشوف الكليب هو ان حليوه راكب سولو فلوكه لابس توني فيه الرايات فلسطين ما كتبانش مزيان في التوني حيتاش كاتب فلسطين. انا ما كنظنش انه كاين خطا في الطباعه ديال التيشيرت. ملي كاين هو ان حليوه كيتحايل على يوتيوب حيتاش يوتيوب مؤخرا فرضت رقابه صارمه على اي محتوى فيه فلسطين. دونك هو دار بروجي خاسر فيه ما يبغيش يشوف ديك العلامه الصفراء في الاخر ديال الفيديو ديالو. اليوتيوبر هنا غادي يعرفوني علاش كيدوي. باش انت خائن غتمشي جيبي في يدك لما درت والو بيد القدس حال فاش غني. هنا كيخاطب اليهود بمعنى هادشي اللي وصلت ليه من شهره في السوشيال ميديا وكيقصد العاقة عارفكم شاديني به وعارف يديكم في جيبي ومع ذلك ما مكتوبه ليش في جبهتي خائن وباللي في دماغي كلمه وحده هي فلسطين وفاك ليكم اسرائيل. واخا عندكم سلاح ما غاديش تخلعوني به عندي غير سيف عمر وغادي ندير لكم الميناج. دوماج ما تخلعنيش بسلاح بوتين عندي سيف عمر. من بعد كيسالي الطراك وكيقول بلي هادو راه ما غاديش يتوبوا. الله سبحانه وتعالى قال لنا في القران الكريم بلي بنو اسرائيل قوم اللي داس قدام عينيهم بزاف د المعجزات وما تابوش. ودابا المشكل ديالنا هو اننا مرتبطين بهم ارتباط الام بالابناء ديالها. وهي فاش قال ما كتحيدش بالدوش قواده فينا حاصله واصلة تلا عظم واجي يديروا لها فاصمة. ودابا ما عندنا ما نديروا هادشي اللي عطى الله. وانطلاقا من هادشي انا بغيت نعطي ميساج ليوتيوبر واللي معمولين على يوتيوب 100%. هادشي اخوتي راه ما مضمونش راه كاع هاد لي بلاتفورم ديالهم راه غير بكليكي سيبريميونا بحال ما كان والو. فالتراك هو قال ما بقاش فيا الحال على اسرائيل مي الحال بقى فيا على العالم كامل اللي ربما كيهضر على سكوت العالم قدام هاد القضية. هادشي علاش اللي خلاه يسخط ويقول انا ما كرهش الشي فضائي اللي هزني من هاد العالم. شي فضائي ديني معاه نخوي مو العالم منو بالدنيا كنصيح نعلمو العالم. هنايا لي باج ديال الترول طلعوا على القضية فضائي لحقاش كي دي فضائي دي انكوني دونك بغاو يضحكوا ورا باينة ماشي كلاش الانكوني مي بغاو يضحكوا. هادشي اللي خلى حليوة يتفاجئ ويضحك ويجي انكوني ويعاود يطاقي حليوة ويقول ليه كضحك تفكرتيني. بون كيبان لينا بحال بغاو يرجعوا عاوتاني شي حاجة واش جا شي كلاش في الطريق خصوصا من بعد ما حط حليوة من شبه اباه فما ظلم اوتوماتيكمون حنا فكرنا في انكوني لحقاش هو اخر مره يعني المشكل عنده معاه اخر مره. وحنا عارفين بلي انكوني وحليوه من عارف فرتكوزا وسيتي وهما في الكلاشات بيناتهم وفي حزازات بيناتهم. سبان مربي ستيق بيا ما عمرو ما دارني. ميستر كريزي مؤخرا وقع عليه مشكل واللي في راسكم كنظن كاملين. المشكل هو انه وضع ستوري بالغلط بلاص ما يدير انولي دار بارطاجي حط الصوره ديالو مع شي بنت في موضع بيرسونيل يعني نورمالمون ما خاصهاش تبارطاجا. قال هو باللي بالغلط من بعد حذفها وطلب من الفانز ديالو انهم ما يبارطاجيوهاش ولكن حنا عارفين الجمهور المغربي خاصو غير ما يبارطاجي. بون الصوره تبارطاجات هادشي اللي خلاه من بعد يخرج ويعتذر للبنت لوالديها حيت الصراحه يعني موقف خايب غادي يكون وقع البنت ولو هو طرا ليه غير بالغلط. اول حاجه الغلط ماشي ديال البنت الغلط ديالي انا اللي خرجت من عندي الصوره بالغلط وتداس 13 دقيقه عاد رديت لها البال وسبريميتها وكتبت ستوري ان راه خرجت بالغلط وكنطلب منكم انكم ما تبارطاجيوهاش. ثاني حاجه بغيت نطلب السماحه من الاب ديالها بزاف
الوالده ديالها والاخت ديالها على هادشي اللي واقع. هادشي ما قبلو حتى شي واحد راسي فلاسو ماشي ما كانش خصو كاع يوقع. بون المشكل ديالو مع البنت بينو بين البنت، سمح ليه ولا ما تسمحليش داكشي بينو بين البنت. بالنسبه لنا حنا كجمهور مهما انه اعتذر والغلط كيوقع، حنا انسان يعني بارطاجا نورمالمون ما خاصوش يبارطاجي، مي هو كيقول لك انا ما درتهاش عمدا، يعني غير خرجات يعني غير خطا، والميديا خوتي راه ما فيهاش اللعب، ما فيهاش يعني ما تتكون قصد شي حاجه تتولي في حوايج اخرين، خاص الواحد يرد البال بزاف والانسان خطا ماشي مشكل. بون ديمو مؤخرا شفنا خرج انتقد كريزي، ما عرفتش واش غادي هادشي خلق بيناتهم من بعد حزازات ونشوفوا كلاشات من بعد هادشي اللي كاين. بابلو اسكوبارات ديال جونديال ما قالش على شي بليا لا شدي راسك الكار ونفحة كاينه شحال من حاجه تنطاتي البعيد وزيدها من الفوق تنصب على الدريات باش دير هذاك الشيء. كون كنتي كضرب شي حاجه مزيان كضربها في دقيق وهذول البران حشومة تعطيو في الكليبات ديالكم ايماج ديالكم كوارا قباح ورجال وكذا، وفي الاخر كنصبوها للدريات باش يعيشوا شو الحياة خاطر كريزي واش الزقة شي يدير للناس اللي ما تعرفوش ليه. الله يعفو على الجميع، شنقول لك الله يعفو الجميع على الروابط نلبس كايمن وحمزة دي كايم مؤخرا داخلين في مشادات البلان على كليب فومبير، واللي كيقول حمزة دي كايم بلي سكايمن تأسبيرا منه باش حط هاد الكليب، هادشي اللي غيخلي حمزة دي كايم يخرج ديس تراك واللي غادي يقول فيه سكايمن انت غير يوتيوبر اش داك الشراب. سكايمن ما غاديش يعجبو الحال بيان سيغ وغادي يرد حتى هو في دقيقة. او بكليب نجاوبك هداك اللي صفرتي شحال جابلك افكار عندي بالستوك ما كانش تروش كلشي جابلك تا يوتيوبر واش داك تغني قمتيني بدير وجام وفارمي تطبعني فاك فوبر كلي ميني غير هاجمني اه وكاع لي تلقى راك تيق راسو تكون كلخ ماشي عيب انت خا مسيحي ما متيقش راسو راه عادي تيق داك اللي بايعك بوسجلين تاع لي بيجز باش يبارطاجيو في عينك معاك العود كيف في عينك شمل عراضك خدم على راسك باش كاع ما يقولوا سكيم البعينك دير جيها اللي دراك يوتيوبر ونقرب بوت امك الراب كون مؤخرا تعرضوا ليه الدراري وتعدوا عليه في الصدقه وداو ليه تليفونه اي القانونيه راه مشات الامور داروا محضر اتسيترا هادشي على حساب الصديق ديالو واللي كيقول تعدوا عليه 6 ديال الدراري 6 ديال الدراري قدام واحد اخوتي راه غادي يعطيو العصا. مي واخا يكون حتى واحد انا ضد هاد الفكره وهادشي ما خاصوش يكون باكون ولا غيره، علاش غادي تضربوا اش دار لك؟ كتعجبك موسيقته تصنتليه، ما كتعجبكش ما تصنتليهش، كيعجبك الراب تصنتليه، كنتي كنت خراب ما تصنتليهش ما تشجعوش ولكن باش تعرض ليه وتضربوا راه ماشي بلان هذا خو. وبحال هادشي ما خاصش تسكت عليه، خاص نهضر عليه انا كيوتيوبر وخاص انت كرابر توقف مع داك الرابر حتى تحط راسك بلاصتو بوتيت خص انت مره اخرى نسمعوها عندك نسمعوها عند واحد اخر وهادشي ما خاصوش يوقف هنا خوتي. هادشي راه انا جو سوي كونتر هادشي وهادشي حشومه وهادشي ما يخليش حتى بنادم يزيد لقدام وفينا هي هاد الحريه وفينا هو هاد التعبير اللي كتهضروا عليه. كليت العصا ما دويتش انا ما كندويش فهادشي نورمالمون ما كنحماش ندوي فهادشي ولكن دابا ولات عندي كومينوتي وخرا خصني عرفوا شنو واقع وهادي طرات من طايفه كليت العصا تقيد محضر وصلات البوليس تليفون مشى هانيه اه وهانيه بون هادي من جهه، من جهه اخرى ميساج ديالي لروابا اي يوتيوبر اي واحد في اي دومين ما خصناش نخيو لي زين مي غاتوي، يعني ما خصناش نديرو اعداء غير هكاك غير فابور. الواحد فاش يبقى يهضر يعني يرد البال هضرته ويعرف شنو كيقول راه ماشي المشكل فيك انت ولكن المشكل في داك المتلقي راه فيه اللي فاهم واللي ما فاهمش اللي عارف اللي قاري اللي ما قاريش. راه كاين واحد دابا انت كتهضر اون جينيرال كتقول انا اللي بغاو وقفوا في طريقي فاكهم انا هادي هو كيجيب ليه راسو حيت هو حملكش كيجيب لي راسو راك تتهضر عليه وتيتربى عنده واحد الحقد ربما هادشي اللي كيعبر عليه في الصدقه وهادشي خوتي راه ماشي بلان وهذا ما كان سبان مربيس تقبيه ما عمرو ما دارني في كوشين اخوتي كيبان لي مازال مرض القناه ديالو اللي تخترقات ليه مؤخرا صراحه ما عرفتش مناش المشكل واش المشكل من الناس اللي كتجيري هاد لي شي لحقاش المشكل ما كانش طرا غير في كوشين فكرني هاد المشكل في داكشي اللي طرا الكلاس اي يعني نتوما غادي يكون عندكم اللي كيجيري هاد الامور كيجيني لي شين ديالكم لي ماناجر اتسيتيرا ما عرفتش واش كاين نقص
في الفورماسيون ديال هاد الناس، ولا كاينه شي ترعه اللي خاص يعني يخرجوا ويهضروا باش الناس ما طيحش عاوتاني في هذا المشكل؟ ما عرفتش صراحه فين كاين المشكل بالضبط. انا اللي كنهضر معكم حتى طرا لي هذا المشكل، حتى انا مشات لي باج فيسبوك ديالي من بعد ما كبرتها وتمرت عليها عامين ديال الخدمه، ولكن اخوتي انا ما عندي مناجر، انا ما عندي حتى شي واحد، يعني انا غير كنقرا شي شويه، كنبحث شي شويه، وكنخدم شي شويه. هادشي اللي كاين البلان خلاص راه ماشي بلان، يعني الناس اللي كيديروا بحال هكا وتيبغوا يهرسوا بنادم، يعني اوليو باش انت تكونسونطرا باش تهرس واحد اخر، تكونسونطرا على راسك ودير شي حاجه في حياتك. هذا ما كان كامل كيقولوا شكون هاد البرو اللي جانا من دين صغيره فيها تسبيطار مكاد كي غيداو فينا فينا جيبوا لينا بوينا نشوفوا. كانت معكم فاميليا اللي كيعجبها كانت تدعموا بلايك كومونتير وارتاجيو مع صحابكم، اللي مازال ما تابوني تابوني على الجرس، والسلام عليكم.